كنقول لكم صباح النور وصباح الرباع وصباح التيسير وصباح اي حاجه زوينه مرويه كمروه. ايها سميره، كنتمنوا للمستمعين ديالنا والمستمعات كنتمنوا لهم صباح زوين وكنتمنوا لهم يقضوا في اي حاجه كيديروها الصباح، والاكيد انهم يكونوا كيسمعوا لينا وينضموا لينا. شفنا في فقره ديال الامومه يكبر ويتربى في عزك مع الدكتوره نهاء القدوي، شفنا مشكل اللي عندهم الاطفال اللي عندهم كليه وحده وكذلك اللي عندهم فشل كلوي. دابا غادي نمشيو للفقره ديال رد بال بصحتك. الصحه ما فيهاش غير الصحه الجسديه او العضويه، الصحه النفسيه. وغادي نشوفوا اليوم شنو هو الانتظارات ديالكم للسنه الجديده سنه 2022. رد بالك لصحتك، رد بالك لصحتك، الصحة ما عندها ثمن. عرفتيني صحة النش، صحة النش نقرا وما تنوزي. مستمعينا في فقرة الصحة غادي نشوفوا واحد الموضوع زوين بزاف، غادي نشوفوا احنا مقبلين على السنة الجديدة. معنا الكوتش سعيد بن عالية، غادي نشوفوا معاه نصائح والتحفيزات باش نستقبلوا السنة الجديدة ونحققوا فيها كل حاجة تمنيناها وما كتبت. كوتش صباح النور وصباح الخير عليك ومرحبا بك معنا. مرحبا، صباح الابتسامة، صباح الخير، صباح الورد، صباح الصحة الجيدة. ملي كنسمع لكم انا كنشوف الابتسامة، ماشي كنسمعها كنشوفها. لاله سميره ولاله فدوى، مرحبا بكم وتبارك الله عليكم. بارك الله فيك، حتى حنا سمعنا الصوت ديالك والله الا الابتسامه في الوجه ديالنا. الله يبارك فيك الله يحفظك لاله. خصوصا المروه عندها ابتسامه رائعه. كما اليوم ذكرت ان اليوم خاص غادي نهضروا على كل ما هو زوين، على الحويجات اللي قد يخليونا نزيدوا لقدام ونحققوا ذاتنا واحلامنا ونهدوا فرصنا راسنا. نعم. السنة إن شاء الله اللي ماشية تكون سنة خير ونحقق فيها كل ما نكترجينا في السنة اللي هذه ديال 2021. والله يحيد علينا هاد الوباء أستاذ. نعم بالفعل، يعني سنة جديدة إن شاء الله على الأبواب، والعام اللي فوتناه يعني هو حافل بالتطورات ل 2020 ل 2021. اي يعني بالفعل كاين الوباء، كاين المرض، كاين الوفاة، كاين اغلاق الحياه الى غير ذلك. فحنا كنستقبلوا ان شاء الله بالتفاؤل العام تاع 2022 وتكون سنه جديده افضل من سابقتها، وتشهد ان شاء الله بدايه انتهاء هذه الجائحه باذن الله تعالى. كونك كوتش وكما كنعرفوا ان بزاف ديال الناس ما حققوش بزاف ديال الاحلام ديالهم في السنه ديال 2021 نظرا للوضعيه اللي كنا كنعيشوها وكانت كتعيشها بلادنا، بغينا شويه ديال النصائح، شويه ديال التحفيزات للناس اللي فشلوا، اللي قالوا حنايا السنه ديال العام اللي فات ما درنا فيها حتى شي حاجه، ولكن بغينا هاد السنه هذه تكون سنه خير، تكون سنه نحققوا فيها ذاتنا، نحققوا فيها احلامنا، ونديروا فيها داك الشيء اللي ما درناش في 2021. نعم اكيد اكيد، هاد المساله خصها يعني هي كيقولها الانسان مع ذاته ولا مع الناس، كيقول لك اودي انا ما حققتش الاحلام ديالي، يعني ما حققتش الاهداف اللي كانت عندي في السنوات الماضيه، يعني يعني بسبب هذه الجائحه. يعني هذا واقع، نعم كاين واقع، ولكن خصنا نحاولوا ان نغيروا هذا الواقع. علاش قلنا رد البال لصحتك؟ خصك تفكر في الصحه ديالك النفسيه، في التوافق النفسي بينك وبين الجسد ديالك، بينك وبين كذلك تحقيق الاهداف ديالك باش تكون حياه سعيده. اول شيء اللي خصو يديروا الانسان وهو وقفه نتاع التقويم نتاع السنه الماضيه، هذه وقفه مهمه جدا. احنا بالفعل الانسان مع راسو ويجلس مع راسو، يجلس يفكر ويراجع راسو اشنو دار السنه الماضيه. احسنت، جاوبتي. يجلس مع راسو، قلتيها مزيان، يجلس مع راسو ويمكن يتقهوى مع راسو، يمشي يدير قهوه ويجلس مع راسو ويتكلم مع راسو ويتامل مع راسو، لان ما كانش شي واحد اللي غادي يفيدو في العالم كثر راسو بعد الله سبحانه وتعالى، التوفيق تاع الله سبحانه وتعالى. الانسان او الشخص الوحيد اللي يمكن يعاونك باش تجاوز هذه المرحله اللي راك فيها هو انت، هو انت، هو نفسك. وقفه نتاع التقويم، وقفه نتاع الاطلاع على الاهداف اللي كنا سطرناها في السنه الماضيه وما تحققتش بالفعل، غادي نشوفوا علاش ما تحققتش، شنو هما الاسباب، شنو هما الاكراهات اللي كان عندي، شنو الحاجه اللي ممكن نديرها. يعني هذه الوقفه هي ضروريه جدا. اذا سمحتي لاله، حتى تحديد العادات السيئه اللي كانت عندنا. لان جاني واحد الشخص مثلا كيبيع، كنقولوا حنا الزريعه، كيبيع الزريعه، يبيع مزيان، يعني هو كيبيعها من 7 تاع العشيه اللي هي يعني في الليل،
ولكن فات عليه واحد العام شويه ناقص مع كان الحجر الصحي وكان فات عليه عام كامل هو في هذيك المرحله وجا العام اللي موراه وبقى في نفس الحاله. انا اللي كان واخد على هذا الشخص كنقول له ودي شوف انت دوك فاتك الجائحه والشهر الاول شهر الزواج يعني لا شك خصك تبحث على طرق اخرى، شوف هذوك العادات السيئه اللي كانت عندك، شوف يعني الاكراهات اللي كانوا عندك في ديك السنه وحاول تحيدهم، يعني ما تسناش تيفوت العام مثلا خصك الانسان يفكر. والان عطاتنا الجائحه عطاتنا واحد الدرس كبير في التنبيه، يعني بحال انها نبهتنا على حوايج مثلا في التجاره، نبهتنا في الدراسه، نبهتنا في الاهتمام بالصحه ديالنا، نبهتنا يعني معناه اننا خصنا نكونوا على المشكله. كنت اسمح لي قطعتك، الفكره تكون كايمه سواء عند الشباب ولا عند الرجال ولا عند النساء، كلشي باغي يطور من راسو ويزيد القدام، ولكن المشكل اللي كنلقاو واللي كنطيحو فيه ان شي حد اللي وقف معنا شي حد اللي حفزنا ما كنلقاوش. هنا كنرجعو لورا، هنا كنبداو نضعفو، كنبداو نقولو بحال هاد السنه بحال السنه اللي فاتت بحال السنه اللي جايه، كنبداو نقولو كاع السنوات بحال بعضياتها. نعم شوف قلت واحد المساله مهمه جدا وهي قضيه شكون يحفزنا، من يحفزنا؟ كاين واحد ثلاثة نتاع الجهات مهمين جدا، كاين توفيق تاع الله سبحانه وتعالى دي الاولى ما فيها شك، يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى وترتبط به وتدعي الله سبحانه وتعالى باش يوفقك في هذا العمل اللي راك داير فيه ولا التجاره ولا الصحيحه ولا الوليدات ولا شي حاجه بحال هكا. كاين واحد الثانيه وهي النفس ديالك، ما كانش شي واحد اللي يحفزك من غيرك نتايا. كاين واحد الجهه ثالثه هي اللي كتحدثتي عليها الان، شكون هما هاد الناس اللي يحفزونا؟ من؟ يعني هادو ما كاين الاصدقاء ان شاء الله اللي يكونوا بغيونا الخير، الصديقات اللي بغيونا الخير، الجيران اللي بغيونا الخير، العائله، ولا ممكن كوتش كما كنديروا دابا الحمد لله كاين كوتش لانه هو عارف كيفاش يتعامل مع كل حاله على حده. يعني هذه المساله ما خصوش يعني من بين المسائل اللي خصو يفكر فيها هو انه يفكر في كوتش، يفكر في شخص، يعني ما نديروش حنا كوتش، يفكر في شخص اللي كما قلت كيتثق فيه ويمكن انه يعاونه ويتمشى معاه مرحله بمرحله باش يحقق الاهداف ديالو. وبالفعل حنا ملي كيجيو عندنا مثلا الزبناء ديالنا يعني كتوقف معاه على حسب داكشي اللي عنده هو. بعض الحين كيجينا اول شيء هو عنده داكشي عام، بغيت نكون مزيان في حياتي، بغيت نكون مزيان في التجاره ديالي، بغيت نكون مزيان مع ولادي، ولكن سمرك باغي بالضبط، هذيك باغي بالضبط ما عندوش هو. علاش حنا كنحفزوه باش خصو يكون عنده اهداف محدده؟ وإذا سمحتي نمشي مع المستمعات والمستمعين الكرام، واحد المسألة عملية يديروها، راهم كيستمعوا لنا، وفي نفس الوقت إذا كان عندهم شي قلم ولا يمكن يكتب هذا الشيء اللي قال. نعم، لأن الكتابة علاش على سميرة؟ سميرة بعدا ياك؟ لأن مروة مازال مش مروة نشوف غير الابتسامة ديالها، يعني نشوف ندور غير الابتسامة. نعم. لا سميرة ولا مروة، عندنا واحد المجالات، إذا كان عندك واحد القلم ولا آخر دير واحد المجالات مثلا. واحد الاسفار كما كنقولوا واحد الدائرات المجالات، حنا غادي نديروا ستان تاع المجالات مثلا. والله الى البارحه كنت نعم تفضلي كنت جالسه انا وكانت جالسه معايا صاحبتي وكنا كنهضروا نيت على نفس الموضوع، شنو درتي في 2021 وشنو كتمنى في 2022 وبقينا جالسين، وهي تقترح عليا واحد الاقتراح قالت لي علاش ما ديريش ونطو ستيلو وتجلسي بينك وبين راسك وتقولي هادو لي بون اللي كنخلي نديرهم في 2021 وما كتبش ليا نديرهم ونحط راسي واش مازال باغي نوصل لذاك الاهداف اللي كنت باغي نوصل ليهم في 2021 ونكملهم، واش عندي احلام وحدين اخرين باغي نديرهم. بالنسبه للحويجات اللي كانوا مثلا وقت اللي هي في الطريق ديالي وكانوا كيضروني نحيدهم، يعني بزاف ديال الحويجات اللي الانسان خصو يجلس مع راسو ويحط ورقه وستيلو ويجلس ويدير مشارط الحاجه اللي ما غاتصلحش ليا واللي ما عندها بدل ليا واللي ما غاتنفعنيش نحيدها من حياتي. نعم احسنتي مزيان، غادي نركز على واحد الكلمات قالتها لك الصديقه ديالك وهي قالت لك ورقه وستيلو وكتبي. علاش كنهضروا على الكتابه؟ يعني بعض الحين كتقول له الاحلام ديال عندك شي احلام عندك شي اهداف تقول لك واه فين راه راك كاتبها؟ لا راه عندي غير في الراس ديالي. لا هذا ما غادي يمشيو هادو كيمشيو هاد الافكار يطيروا في السماء كيمشيو مع الهواء. لا خصك تكتبوا. علاش كنقولوا يكتبوا؟ لان الكتابه عندنا واحد الطابع نتاع العقل ديالنا هو كسول، يعني ما يبغيش يخدم بزاف، دائما ياجل الحويجات دائما. فباش باش نترومبيوه باش نغلطوه خصنا نكتبوا، غادي نغلطوا هذا العقل ديالنا باش يخدم معانا وفي صالحنا. لو فات يعني ديك العمليه اللي كتكون تكتب انت ديك الساعه العقل يبدا يخدم معاك،
وشحال ما كتبت شحال ما كيبقى يخدم معك. فالكتابه شي حاجه مهمه جدا نكتبوا، عندنا اليوميات، عندنا الاجندا، عندنا الاوراق، عندنا تجلس وتكتب. اذا ان شاء الله في هذا الوقت اللي دردشنا فيه في هذه المساله، لا شك ان المستمعات والمستمعين قبضوا ورقه وستيلو راهم كيستناو باش نعطيهم المجالات. ما ياك انت راكي عندك ورقه وستيلو تما؟ هو نعم نعم عندنا بالنسبة ستة عادي نختاروا ستة تاع المجالات. عندنا مجال الأسرة، الأول مجال الأسرة، المجال الثاني مجال الصحة، مجال الأسرة، مجال الصحة، مجال العمل ولا الدراسة، شي واحد كيكون خدام ولا مازال يقرا، هذا المجال الثالث، واللي خدام لا. نعم المجال الرابع مجال القراءة والتكوين الذاتي، يعني ما كنهضرش على الدراسة، هذا القراءة يعني مطالعة وإلى غير ذلك. نعم المجال الخامس هو مجال الاعتقاد والدين، مجال الاعتقادات والدين. المجال الثالث هو مجال الاهتمام بالذات، واش انسان مهتم بالذات ديالو ولا مهتمش. نعم دوك عندنا سته ديال المجالات. الى طلبت من المستمعات والمستمعين الكرام والكريمات باش يديروا لي واحد النقطه، هذا هو التقويم اللي بغينا نهضروا عليه دابا في هذه اللحظه هذه في 14 دجنبر 2021، عطيتيني واحد النقيطه على المجال تاع الاسره من واحد حتى خمسه، كي راك داير في الاسره واش راك مزيان مع الاسره مع وليداتك مع اي بخير مع الاسره؟ دونك ملي نديرو الصفر حنا نديرو من واحد حتى خمسه، الا كانت العلاقه الحمد لله مزيانه واحد اربعه ولا خمسه ولا ثلاثه ونص ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، كانت شويه ضعيفه شويه مع الوالدين ماشي هي هذيك، او مع الازواج ولا مع الوليدات ولا شي حاجه، واحد جوج ثلاثه، المهم انه انا ما عنديش نشوف لك التنقيط ديالك، نقد راسك انا ما عنديش نشوفها. نعم مزيان نخليوها. اذا مجال الصحه عاوتاني، واش متهلي شويه في راسك كنهضروا على الصحه النفسيه والصحه البدنيه، واش كاين شي حاجه نتاع الرياضه، واش كاين شي حاجه ديال الماكله، واش كتاكل مزيان، واش كتختار يعني المواد اللي هما مزيانين واللي ينفعوا الصحه ديالك، واش مهتم بالصحه النفسيه، واش ما كانش اضطرابات، ما كانش توتر، ما كانش الى غير ذلك. المهم عندك واحد تنقيط من واحد حتى لخمسه نقط، يعني هذا المجال تاع الصحه. إذا مشينا للمجال تاع العمل أو الدراسة، كيف داير في العمل ديالك؟ واش راك مزيان؟ واش راك مع الزملاء مزيان؟ واش كتخدم مليح؟ واش ما كانش مشاكل؟ واش ما كانش، وإلا كنت في الدراسة واش أمور ماشية مزيان؟ ولا عندك شي مشكل في شي مادة ولا في شي موديل ولا في شي حاجة؟ يعني كل واحد عنده الدراسة ديالو، يعني سواء كانت الجامعية ولا كنقولوا حنايا الدراسة المدرسية. نعم. إذا نقط كذلك من واحد حتى خمسة، مجال المطالعة، واش كنقرا ولا ما كنقراوش، يعني إحصائيات بالفعل كتبين باللي مجال نتاع القراءة شوية ضعيف عندنا في المغرب، ولكن هذا ما يمنعش باللي ممكن أن نصطلحوا مع الذات ديالنا ونصطلحوا مع الكتاب ونقراو إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذا كان ضعيفة يدير واحد، إذا كانت مزيانة أو شوية يدير جوج ولا ثلاثة، إذا كانت مزيان كاع راه مزيان مع القراءة والمطالعة يدير خمسة. نمشيو لمجال الاعتقاد نفسه، مجال الاعتقاد والدين والقناعات، يعني اسمه القناعات اللي عندك، الدين كي داير مع العلاقه ديالك مع الله سبحانه وتعالى، كيفاش لان واش راك مرتاح؟ نعم نعم هذا والحمد لله. يعني انا نصحت المجال تاع الصحه، نسيت مثلا تاع التدخين مثلا، واش كنضروا نفسنا بعض التدخين ولا المخدرات ولا شي حاجه بالفعل، حتى حنا لان غادي تنفعنا ان شاء الله في القضيه ديال التغيير او اتخاذ القرار من اجل الاحسن باذن الله تعالى 2022. كيكون داك يعني من السمنه كيبغي، نعم ينقص كثر الصحه ديالو، كاين بزاف المشاكل الصحيه اللي كتكون في يدينا. لا وكاين حتى اللي كيعاني بالضعف من الذات ديالو، راه كاين حويجات باش يكون الجسم ديالو، راه كاين الحمد لله، وراه لعلكم درتوا برامج في هذه المساله، ودكاتره اخصائيين تحدثوا على كيفاش انها ترفعوا من الوزن ديالنا اذا كانوا ضعاف، ولا نقلوا من الوزن ديالنا الا كانت السمنه. اذا الاعتقاد والدين كيفاش مع القران الكريم، كيفاش مع الصلاه، كيفاش مع الذكر، كيفاش مع يعني المسائل المعتقدات الدين، لان ما يمكنش نتمشاو بلا الدين ديالنا. والحمد لله كما كنقولوا حنا عندنا جوج حويجات في المغرب الحمد لله، يعني ما نتنازلوش عليها، هو الدين ديالنا والتقاليد والعادات ديالنا والتمغربي ديالنا اللي كنهضر عليه. هادو جوج الحويجات حنا معروفين بهم فين ما مشينا في العالم، الا وكنحافظوا على الدين ديالنا وكنحافظوا على التمغربي ديالنا، هذا لله الحمد. ولكن كتبقى ان التكوين ضروري باش تشوف كراك داير من واحد حتى خمسه. بقات لنا المجال التالي هو المجال اللي كنهضروا عليه دابا، الاهتمام بالذات، واش نتهلي في الذات ديالك ولا ما نتهليش، ولا راك مخليها غير هكا، ولا مخلي، واش انت كتاخذ القرار ولا ناس اخرين كيتاخذوا القرار في بلاصتك.
شحال ديال الناس كيعرفوا بلي زعما المصطلح ديال نتهلط راسي هو غير نلبس مزيان ونخرج مزيان ونكون مزيان، ولكن ما عارفينش ان نتهلط راسي هي نتهلط راسي نفسيا اول حاجه من الداخل برا من الداخل. نعم من الداخل كيبدا هذاك التغيير. مروه يعني نولي الابتسامه نتاع مروه قبل ما تجي تبتسم لك لاله سميره، هذه مروه راها تهلط راسها في الدار ملي لبست وقادت شافت في المرايه وتهلط راسها بالابتسامه، حتى تبرعت هي عادت عندك تبرعك بالابتسامه. ماشي معقوله مروه بالفعل. نعم، اذا كي انسان كيتهلط راسه لا شك انه كيعطي الاخر، اي فقد الشيء لا يعطيه، تهلا فراسك بعدا باش ممكن تعطي الاخر. الابتعاد عن الطاقه السلبيه مثلا السفر، المجال الجمعوي اللي تحدثنا عليه وبالفعل هو مهم في الحياه ديالنا، اهداف خيريه مثلا، كاع هذا هو المجال الاهتمام بالذات، هي كتعطي لنفسك وفي الاصدقاء. نعم نعم، ايوا ها هو عندنا درت تنقيط من واحد حتى خمسه لهذه المجالات، انا ما شفت سميره سمو دارت وما درتش مروه سمو دارت، ولكن لا شك كاين شي حاجه تما، المهم غادي نخليوها بينهم وبين راسهم. نعم هذا هو اللي كاين. تبقى الان هذا التقويم هو مهم، شفت هذه الجلسه زوينه، جلسنا مع راسنا وجلست وهدرت مع راسي وقلت اودي في مجال الاسره عندي هذا هو التنقيط ديالي، عندي في الصحه هذا هو، في العمل في الدراسه في الاعتقاد في الدين في الذات، يعني هذا هو التنقيط. شنو غادي ندير دابا؟ ارنا دابا الخطوه الاولى اللي غادي تسمى الفيرست ستيب، يعني كنقولوا الخطوه الاولى اللي غادي تعتمدها باش ترفع شويه باش ترد بالك لصحتك وترفع شويه لهذا هذاك المعدل اللي عندك ترفعه. إذا كان واحد تردوا جوج ولا ثلاثة، إذا كان ثلاثة تردوا أربعة، إذا كان أربعة تردوا خمسة، كان خمسة تحافظ على ديك خمسة إلى غير ذلك. فلذلك احنا هذه الخطوة الأولى هي اللي كنحتاجوها الآن. الخطوة الأولى شتو الأمور تمشينا الحمد لله مزيان، جلسنا مع الذات ديالنا، عرفنا أهمية التغيير، عرفنا أهمية تحقيق الأهداف، عرفنا الواقع ديالنا بالفعل باللي راها ما حقناش أهداف في السنة الماضية، الآن احنا كنخدموا على ذاتنا. حطينا المجالات الكبرى اللي عندنا في الحياه ديالنا، عطينا التنقيط والتقويم، ارنا دابا الخدمه في مجال نتاع الاسره مثلا مع الزوجه ديالي مانيش مزيان مثلا، ايوا يشوف اذا كان ما كانش يخرجها يخرجها، اذا كان يعطيها شي كادو، اذا كان شي وريضات، اذا كان شي حاجه، المهم يحاول ما امكن انه شي عاده سيئه كان يديرها حيدها في المنزل ديالو، او الكلمة الطيبة مزيان إذا كان باش يقدرها أكثر بالكلمة الطيبة الحمد لله. هي أيضا إذا كان شي حاجة مع الزوج ديالها أو أيضا تحاول ما تتصالح معاه وإلى غير ذلك. الوالدين أيضا يشوفوا أولادهم عاوتاني الميولات ديالهم ويصبروا معاهم شوية، ونهضروا عاوتاني على الوليدات عاوتاني باش يصبروا مع الوالدين ديالهم، معنى أن خصك دير واحد استراتيجية واحد التخطيط باش ممكن أنك ترتقي في مجال الأسرة. مجال الصحة أيضا ها أنت عندك، ها أنت عندك مثلا تدخين. تفضل. إذا كان المحيط كله متناسق وكله جو نقي وجو زوين، الواحد يقدر يزيد لقدام. إذا كان الجو كله فيه شحون كهرب، الواحد ديما كيكون متلف. نقطة مهمة اللي ترتيها وهي الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني ما غاديش نقول الإنسان يعيش بوحده، كيعيش مع الوسط. ياك ولكن هذا بالفعل راه ما يمكنش يحب الناس باش الناس يحبوه. نعم هذا هو اللي كاين، حتى لو كنت كنركز على المساله سميره كنركز على يعني كما كنقولوا خيي واحد المحيط، واحد العالم ديالك، يعني حاول تكون واحد العالم ديالك خاص في وسط هذا العالم الكبير اللي عندنا مع الناس، يعني واحد المحيط ديالك مثلا حتى في العمل، حاول انك دير واحد المحيط ديالك، محيط ديالك خاص في العمل مثلا في المكتب، دير داك الجو ديالك خاص امام الجو العام اللي عندك في العمل، فهمتي؟ يعني مثلا كل واحد كيبني داك العالم ديالو وسط العالم الكبير، بصح اذا كان الانسان العالم ديالو هو ما متوافقش مع العالم ديالو ما يمكنش انه يعطي الاخر، ما يمكنش انه يتعامل مع الاخر. هذه مسألة مهمة، علاش؟ لأنك كتصيب الناس كيبقاو يفكروا في الآخر بزاف، فكر في الآخر، فكر في الآخر، نعم هو موجود معك، ولكن بدي براسك بعدا أولا، تهلا في راسك بعدا أولا، شوف أنت كراك داير مع راسك، كيما قلت أنت توافق مع راسك، أنت ابتسم مع راسك، أنت افرح مع راسك، باش ممكن أنك تعطي الآخر، فاقد الشيء لا يعطيه. حب النفس هي الأولى خصها تكون. نعم، مجال الصحة راه كاين شي مجال الصحة، إيوا
تكلم دابا على مثلا كما هضرنا على التدخين مثلا، هضرنا على التدخين، هذه فرصه 2022 فرصه. هنا 2022 راها من بين المحطات اللي كتكون في الحياه ديالنا، يعني عندنا الحمد لله رمضان، الشهر تاع رمضان غادي يجي باقي له 3 شهور ولا اكثر من ذلك واحد شويه، يعني معنى ان رمضان راه قريب. رمضان كذلك فرصه، مي كيجي الدخول المدرسي فرصه، مي كيدير الانسان عطله سنويه عنده فرصه، مي كيبدي العمل ديالو عنده فرصه، الى غير هناك فرص كتعطى لنا في الحياه باش نغيروا من الاحسن. فلذلك التدخين الان تبارك الله عليك انت راك ناضج وراك كيسمعني، يعني هناك ناس كثار اللي تبلاو بهذا مثلا التدخين او المخدرات. الى راك تسمعني دابا تهلا في راسك شويه، يعني وسول راسك علاش راني هكا وعلاش ما نكونش احسن، يعني معناه ما تفكرش في الاخرين، دير هاد القرارات ما تفكرش في الاخرين. نعم الانسان خصو يجلس بينه وبين راسه. نعم هذا ضروري، هذا بين راسه، يعني يكون هناك اهداف. شتي حنا في الاهداف كنقولوا الاهداف الكبيره والاهداف المتوسطه والاهداف القصيره المدى. يعني الاهداف الكبيره انا كنقول، يعني بعض الاحيان لي كوتش والمدربين كيهضروا مثلا خصك دير داك لونجاجمون، مثلا داك الالتزام امام الناس باللي غادي دير حاجه، باللي غادي ريب تدخين باش ممكن يكون عندك حافز. هذا اذا كان عندك واحد الهدف اللي يكون متوسط واللي يكون قصير المدى. اما الاهداف الكبيره ما تقولهاش للناس. وعاد نعطيك مثال، عاد نعطيك مثال، مثلا عندنا واحد التلميذ مثلا في الاعدادي ولا في الثانوي باغي يولي في المستقبل عنده واحد الهدف كبير جدا، هو انه يولي وزير الطاقه والمعادن. نعم دروك الا مشى قالها للزملاء ديالو غادي يضحكوا عليه. يعني عنده واحد الهدف ولكن غادي يقول لك غادي ننجح في البكالوريا بواحد المعدل معين، غادي ندخل لواحد المعهد الفلاني او المؤسسه الفلانيه. نعم هادو اللي غادي يوصلوك اهداف صغرى، اللي غادي يوصلوك الهدف الكبير. الاهداف الصغرى ماشي مشكل، تفضل دير التزام مع الناس ولا هكا في لي ريزو سوسيو مثلا في هاد مواقع التواصل الاجتماعي انني غادي ندير كذا، وكنديرها شحال مره، يعني عندي تحديات كنديرها في كتبت كتاب انا قريبا ان شاء الله غادي يخرج، درت تحدي انني نكتب، غادي نكتب في شهر واحد نكتب كتاب، وكل نهار نكتب 800 حرف، عفوا كلمة، 800 كلمة. فبالفعل وقلت إلا ما درتش هذا التحدي، إلا ما وصلتش هذا التحدي غادي نخلص قدر من المال، ماشي جمعية خيرية. هي بالفعل كملت يعني الهدف ديالي وصلت له، والتحدي ديالي إن شاء الله وصلت له. بيني وبين راسي ودرت التزام أمام الناس. درتو في مثلا في موقع التواصل الاجتماعي، درتو مثلا في فيسبوك، ودرت واحد اللي متكلف لي، يعني هو اللي غادي نعطيه العمل ديالي، هو اللي غادي يقول لهم واش بالفعل هذا الشخص راهو فاد الوعد ديالو. وبالفعل طيله 30 يوم استطعت انني نكتب كتاب، يعني الحمد لله فيها ما شحال مورقه. يعني معنى انه ممكن ان يكون عندك هذا لونجاجمون، هذا التزام اللي يكون، ولكن كيكون كما قلنا اما قصير المدى او متوسط المدى. جلس مع راسك مزيان وحتى الالتزام مزيان امام الناس باش يعطيك ان شاء الله قوه، والتزام امام الاقرباء، الناس اللي كيعاونوك اللي هضرنا عليهم في الاول، دوك الناس اللي حفزوك. علاش قلنا الابتعاد عن، عفوا الابتعاد عن الطاقه السلبيه، الابتعاد عن الاشخاص اللي كي يعني بالفعل لي جون بارازيت اللي ما يخليوكش تزيد لقدام. فرد بالك صحتك باش تكون ان شاء الله في صحه جيده. نعم قلنا لالا سميره، قلنا الخطوه الاولى ثم غادي دير، هذا هو اللي كاين. مثلا الا كنت كتكمي مثلا واحد 20 سيجاره مثلا في اليوم، غادي تكمي مثلا 10 في هذا الاسبوع ولا في هذا الاخر، وتبدي هكا يكون عندك واحد الالتزام معين. ثم درت الخطوه الاولى ثم غادي ندير، يعني مثلا السمنه غادي تبعد على السكريات. نعم غادي نبعد على السكريات، ويكون داك الشيء متسلسل وبشويه عدات، لان التغيير كيكون صعيب وكتكون واحد المقاومه كبيره مدات لاجل التغيير. وراني قلتها يمكن في شي حلقه من الحلقات، مثلا لاله سميره ولا لاله مروه، المستوى اللي راه عندكم دابا في المجال الاعلامي راه هو تراكم تاع واحد التجارب، واحد العادات كنتو درتوهم منذ سنوات، منذ شهور، منذ ايام، وانتم كديروا واحد العادات باش توصلوا لهذا المستوى تبارك الله ديالكم الاعلامي. معنى انها المستوى ديالك اللي راك الان، اي واحد مستمع او مستمع كيسمعنا، المستوى اللي راك فيه الان دابا هو راه مجموعه ديال العادات، تراكم تاع العادات. بغيت تكون واحد المستوى احسن، غير العادات، سهله، غير العادات، دير عادات حسنه وتمشى معها شويه بشويه بشويه، هي توصل لواحد الهدف. ما عليش تقنع بذاك الهدف، زيد هدفك احسن منه. ايوا سيدي غير عاوتاني ذاك الوقت، غير اهداف العدد ديالك باش توصل ان شاء الله للمستوى المطلوب.
يعني الانسان ديما كيطلع على يزيد القدام، يعني طماع الانسان، طماع بذاته، طماع الخير، يبقى في بلاصه وحده كيبغي دائما يزيد القدام، ولكن خصو الاليات باش هو يزيد القدام. يعني من بين الاليات اللي شفناها مع كاسي سعيد، خصو انه يجلس مع راسه يتامل، يخطط لحياته، الاهداف ديالو، انه الخانات كاملين اللي درناهم بسببهم، يعني من الاسره حتى المعتقدات الدينيه، خصو يكون متمكن منها باش هو الجو اللي غادي يزيد فيه القدام خصو يكون جو متناسق باش يزيد القدام. يا كاسي بن علي، نعم، هادشي ان شاء الله هذا تقويم، هذا هو كما قلنا خلاصه اللي قلتها في التدخل ديالي بالنسبه للاليات. الاليات هذا ماشي ديك المقاومه، ديك المقاومه نتاع الذات. وخطره درت واحد المره، درت واحد الدوره تكوينيه هذه تقريبا يمكن 2005 2006، وكان واحد المتدخله دخلت قالت لك اودي الاستاذ سعيد بن علي، واش هذا المستوى اللي راك واصل له دابا، واش راك راضي عليه وصافي، يعني وصلت الاهداف اللي سطرتها في الحياه ديالك، واش صافي ما عادش تزيد تقرا، ما عادش تزيد تبحث، ما عادش تزيد؟ قلت لها ودي لا، الاخفاقات في الحياه كاينين في الحياه وهما اللي كيعطيو الخبره. كنقولوا احنا خبير في المجال الاسري، خبير في المجال الاقتصادي، ما معنى خبير؟ معنى خبير ان فاتوا عليه اخفاقات في الحياه ديالو واستفد منهم. انا مي كان نرصب في شي سنه مثلا، ولا كنخفق في شي مشروع ولا في شي مساله درتها، هذا كيكون عندي حافز اللي غادي تجربه، حافز باش ننجح في المستقبل. وإلا نجحت وصافي كملت، لا، اللي كيذوق طعم النجاح، لالا سمير ولا لالا مروه، اللي كيذوق طعم النجاح ما يقدش انه ما ينجحش في 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 في, في المستقبل من الايام. اللي كينجح كيذوق ديك الحلاوه. دوك هذا دوك الناس حنا كنقولوا خصو تغيروا من العدد ديالكم باش توصلوا للاهداف ديالكم، راني كتوصل للهدف وكتلتد لذه اللذه بداك النجاح اللي وصلت له، راه كتفكر انه خصك تزيد، لان ديك اللذه يعني النجاح كيجرك النجاح، هذا هو. ورحنا هكا ان شاء الله حتى كما قلنا في مجال العمل او الدراسه، راه حتى يموت الانسان، راه كيطلب العلم حتى يموت الانسان، ماشي ضروري خصو غير في واحد الوقت معين، راه كطلب العلم الذات ديالك، كتكون الذات ديالك. هذه المساله هي باستمرار، وما كانش شي حاجه اللي راكضه في هذه الحياه، ما كانش، كل شيء كيتحرك، الحيوانات كيتحركوا، الاجرام كيتحركوا، الخلايا كيتحركوا، وحنا نبقاو في مكاننا. تفضل. اللي تقدر توصل للشباب ولا للطلبه اللي خرجت من هذا العام بزاف في وضعيه اللي هي حساسه، اللي هي دائما كثر كيقول لك حنا كنعانيو من البطاله، حنايا باقينا ما يداش، حنايا البلاد ما عطاتناش، باش نقدروا نعاونوا هاد الطلبه هذا، باش نقدروا نعاونوا هاد الشباب باش يزيدوا القدام، باش ما يفشلوش وباش ما ييأسوش، ويحاولوا انهم يلقاو حلول واحده اخرى اللي تجيب لهم في القدام في المسيره ديالهم. نعم مزيان. هذا الموضوع كيطرح لي تقريبا يعني كل مره كنكون اللقاء ديالي مع الشباب، الا وكيطرح القضيه ديال البطاله. البطاله وقضيه كيفاش يكون الذات ديالو، كيفاش حنا قرينا وما وصلناش وبغينا نخدموا الى غير ذلك. يعني البطاله هو مطروح في العالم كامل ماشي غير في المغرب، ولكن النظره ديالنا يعني بصفتنا يعني تربويين ومرشدين للشباب الى غير ذلك، حنا كنقولوا لهم راه ما يمكنش الشهاده هي اللي يمكن انها تاهلك لولوج عالم الشغل. هذا راه في العالم كامل، هاد لا طوندونس، يعني هاد الموجه راه كاينه في العالم كامل. حنا كنهضروا على سوفت سكيلز وهارد سكيلز، كنقولوا دوك المهارات الناعمه والمهارات الصلبه. المهارات الصلبه هما الشواهد، اي واحد عادي ممكن يدي شهاده، الى قرا عادي يدي شهاده، ولكن دوك المهارات الناعمه كيفاش تتكلم، كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش مثلا تدبير الوقت، كيفاش، يعني هاد الحوايج راه ما كتعطاش لاي واحد. معناها بطريقه اخرى، انا مدير شركه، غادي يجيو عندي 10 تاع الناس طلبه عندهم نفس الشهاده، ما غاديش نديهم كاملين، انا خصني غير زوج. الو دوك الزوج اللي غادي ندي انا مدير شركه خصني نربح. الو ملي كنعيط دوك اللي كندير معاهم المقابله، كنصيب لي واحد الجوج هما اللي كينفعوني. علاش؟ لان ما عندهمش غير الشهاده، عندهم مهارات اخرى اللي مطورينها في حياتهم، طريقه الكلام، طريقه الجلوس، طريقه العمل، طريقه التفكير، كيفكر، طريقه. بعض الحين كتسولو غير مثلا شحال كيدير زيت الزيتون، زيت العود مثلا، شحال كيدير في السوق، ما يعرفش شحال كيدير في السوق،
يو انت ما عارفش تبارك الله وعايش، يعني خصك تعيش مع الناس، هادو هما المهارات اللي خصك تكتسبهم. نعطيك مثال اخر، انت عندك نقص، بنتي ولا ولدي عندكم نقص في شي ماده من المواد، وسنوات هو مسكين يعاني من الفرنسيه مثلا، اللغه الفرنسيه اللغه الانجليزيه، سنوات هو كيعاني. شنو درت انت؟ ما هي الخطوه الاولى اللي درتها؟ تبقى غير تبكي على هذا الحال ديالك؟ نوض خدام، نوض بحث. كاين الان قنوات الحمد لله في مواقع التواصل الاجتماعي، قنوات مجانا مجانيه كتعلمك جميع، نقولوا حنا جميع المهارات اللي خصك، اللي خصك ديرها. ايوا بدل ما تضيع الوقت في شي الاراده راه كنحتاجوهم دابا. شتو راه ملي كيجي مثلا عندي واحد باش غادي يخدم، راه كنشوف له كي دايره اللغه الفرنسيه عندك. لا لا اللغه الفرنسيه قبل ما تضليش، راه ما كيفاش ما عندكش انت سنوات، عندك 25 سنه ومازال ما تعلمتش اللغه الفرنسيه، عندك 25 سنه ومازال ما تعلمتش وكيدير تهضر كيدير تتكلم، عندك 25 سنه مازال عاد ماما تديك وتسجل لك. انا عندي واحده عند الولد عنده 27 سنه، نقسم لكم بالله عنده 27 سنه باقيه ماما كتشري، مشات سجلت له في الجامعه ومشات شرات له الدفاتر وشرات له دوك الملخصات تاع الجامعه، وجاتني الام كتبكي. ايه بالفعل بالفعل الوسط هي اللي ولفاتو. حنا كنقولوا لو ديك العقل اللي عندك عاوتاني عاوتاني خدمو، عندك العقل ما تبقاش مرتبط غير مع الاب ديالك مع الام ديالك. حنا وليداتنا وكنقولوا لهم شوفوا حنا كنديروا داكشي اللي عندنا الواجب اللي كنديروه، ولكن ديروا بالكم بلي انا ما عنديش مقالك، ماما ما عنديش تبقى، فاعتمدوا على راسكم، تعلموا الاعتماد على النفس، تعلمهم تحمل المسؤوليه. وفوقوا في دروك مسكين مازال هي كيوجد له الغدا ديالو، توجد له العشاء ديالو، توجد له الفطور والكسوه، وتوصل حتى المدرسه، وتهز له المحفظه ديالو، بزاف هادشي بزاف. وكتقول لي ودي خصنا البطاله وداك الشيء، لا خصنا ناس ناس، المجالات كاينين في كيخدموا الحمد لله، هذا المجال ديالنا مفتوح الان في العالم، هذا النظام الاقتصادي الحمد لله موجود، اتيحت لنا فرص كثير لهم، اتيحت لهم فرص كثيره ما كانش عندنا في الوقت ديالنا حنايا. فرص كثيرة جدا، يمكن غير في البيت، يمكن يخدم غير في البيت. الآن محتاجين شو؟ محتاجينش العدد، محتاجينش الكم، محتاجين الكيف. يعني هاد البيطار اللي بغات تخدم خصها تخدم، ولكن خصها تكون دوك الناس اللي يخدموا. حتى إلا ما صافش المجال هادو الجوج، ديت أنا واحد الجوج من دوك العشرة، وواحد دا عاوتاني شركة أخرى دا واحد الجوج، شحال بقاو لنا؟ ستة. ستة ما عندكش مع هاد المجال، روح بحث على مجال آخر. أنا سنة واحدة جلستها يعني كما كنقولوا بيطالة قديما، يعني ديك السنه ديت البكالوريا ديالي الثانيه، لان عندي ثلاثه تاع البكالوريات، ديت البكالوريا ديالي الثانيه الله يبارك فيك، البكالوريا ديالنا الثانيه، وفي نفس الوقت قلت لنفسي انا هذا العام راني كنبحث، راني كندير المباريات باش اللي كيالي جا سوق الشغل، راني لو وصل عليا العام الجاي وما خدمتش غادي نمشي للسوق مباشره، غادي ندخل للسوق مباشره، السوق فين كاين البيع والشراء، يمكن البيض، يمكن النعناع، ممكن الاحذيه، ممكن. وهذاك العلم اللي خديته انا هذه سنوات عاد يعاونني باش ننتج نموذج. نموذج شوف عندي نموذج عندنا في الحي، نموذج نتاع واحد الطالب خدا الاجازه ديالو في القانون باللغه الفرنسيه، هذه 1999، بعد ذلك بحث على الشغل 4 سنين 5 سنين ما صابش الشغل، مشى مباشره للسوق كيبيع الزيتون. والله نقسم لكم بالله، الان نقسم لكم بالله، لو خيرته الان قلت له ديش غادي نعطيك واحد الوظيفه وغادي نعطيك قدام تاع الفلوس، يقول لك لا ابدا، لان ذاك الحلاوه ديال الفلوس وذاك الحلاوه تاع البيع والشراء، وصاب راسه باللي حر ويبيع لهذا، وذاك الدراسه اللي قراها نفعاته في البيع والشراء، كيفاش يتعامل مع هذه المراه الكبيره، كيفاش يتعامل مع هذا الراجل، كيفاش يقدم بريزونطاسيون، كيفاش بريزونتي لي برودوي ديالو، كيفاش يهضر مع الناس، كيفاش نفعاته في الحياه ديالو في المجال تاع التجاره، كان احسن. ما نفكروش اننا نعمل البطاله هو راه مشكله عالمي، ولكن انا بغيت اخويا سيداتي بغيت الجوده ديال 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 صاحب الشهاده، الجوده ديالو، ما هي المهارات التي هذه فرصه كنقول لكم فرصه. احنا بغينا تعطي بزاف ديال التحفيزات للشباب اللي كيسمعوك دابا، واللي دائما ما تبقاش ما كدوي معاهم كتلقاهم شباب مدمرين، شباب ايطاليين، بغيناك تعطيهم شي نصائح اللي ينوضوا يزوا على كتافهم وينوضوا ما يفشلوش ويقلبوا على الخدمه، حيت الرزق كيجي في المكان، ماشي ضروري في ديك الدومين اللي قريتي فيه غادي تخدم فيه، حيت الارزاق ما كنعرفوش الارزاق بيدي الله ماشي بيدينا حنا. نعم. السنه
الله ديال 2022. بغينا شي تحفيزات كما قالت مروان للشباب اللي ما عارفين شنو يديروا. السي بن هانية، نعم غادي نعطيكم ان شاء الله واحد المساله في الاعتقاد او حنا نقولوا في القناعات، يعني القناعات لي كونفيكسيون. كاين واحد الفرق كبير، الشباب اللي راهم يسمعوا لي دابا والطلبه او التلاميذ، كاين واحد الفرق كبير وحتى الاباء، لان بعض الحين حتى هما كيزيروا وليداتهم بزاف باش يدي الشهاده اكثر ما يكون عنده المهاره. كاين واحد الفرق كبير بين العلم والرزق، طلب العلم وطلب الرزق. طلب العلم لا علاقة له بالرزق، لا علاقة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم من المهدي إلى اللحد. راكم معايا راكم تسمعوا؟ ايه معاك. نعم مزيان. طلب العلم قلنا فريضة واجب، بحالو بحال الصلاة، بحالو بحال الزكاة، بحالو بحال الصيام. طلب العلم واجب، والنص الشباب يتعلموا ينوضوا يتعلم ويتعلم يتعلم يتعلم شو يتعلم داكشي اللي حتى اللي ما بغاش يقرا عطى الله الحرف، عطى الله عطى الله ما يدير، غير الانسان ما يبقاش جالس مربعي. نعم حنا ما كنقولوش العلم، شوف حنا العلم ما كنقصوش به انك تمشي تقرا التاريخ الجغرافيا ولا تقرا اللغه العربيه ولا تقرا، العلم انك كتعلم شي حاجه كتعلمها يعني حتى مفهوم، شوف يعني حتى انا في التعليم وداكشي حتى مفهوم ديال الكسل والمجتهد ما عندناش في الدراسه. اذا كان هذا مجتهد مثلا في اللغه الفرنسيه ولكن كسول في الرياضه، وهذاك اللي كان كسول في الفرنسيه مجتهد في الرياضه، قاعدين نقول لهم دابا فرا المجتهد فرا الكسول، فلذلك ما كانش مفهوم تاع الكسول وما كانش مفهوم تاع المجتهد. قرا طلب العلم، طلب العلم من المهدي الى اللحد، وكيتغير طلب العلم ماشي غير كراسي الدراسه، كيتغير بالوقت بالزمان بالعمر كيتغير. يعني معنى طلب العلم حنا بغينا مثلا المواطنين الناس اللي كينتميو هذه الامه المغربيه مثلا، عندنا خصها تكون يكونوا قاريين يكونوا فاهمين، من تكلم معاهم يفهموا ويكون عندهم مهارات. هذه وحده. النقطه الاولى طلب العلم فانها كما قلنا فرض واجب لا علاقه له بالرزق. الرزق مساله مضمونه من عند الله سبحانه وتعالى، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، معنى انها مضمونه. انت كتطلب العلم واش واجب؟ انت كتطلب الرزق عفوا واش واجب؟ انت كتطلب الرزق لان مطلوب منك انك تتحرك، فامشوا في الارض وكلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، روحوا في الارض اللي تمشى تحرك، الله سبحانه وتعالى غادي يرزقك، الرزق مضمون. تقدم ذاك العلم تخدم به. تفضلي. كما ذكرتي ان الرزق راه مضمون ولكن الانسان راه خصو يدير السبب. اي خصو يتحرك هذا، فمشوا في مناكبها، ما قالوش غيجلسوا عاديين، لا فمشوا في مناكبها. يعني خصنا الحركه باش نوصلوا للرزق اللي غادي يعطيك الله سبحانه وتعالى. غير هذا الرزق شحال؟ ها شحال ما عندناش في الدين ديالنا. ما عندناش. علاش دابا الشباب كيسرعوا يسرعون في يعني بحال كما كنقولوا عنده 25 سنه بغى يكون عنده الخدمه ديالو وعنده الطوموبيل وعنده الدار ومزوج ويحوس ايوا غير بشويه. باباك وماماك ما خلالوكش الوقت ايوا غير بشويه. دخل بعدا تخدم ودي شويه تجربه منها وتجربه منها وبدل هاد الخدمه وشوف خدمه اخرى ودي مهارات. ما يمكنش انك تقول لي لا 25 عام خصو يكون عندي الدار وعندي، لا ما يمكنش. خصك انك تجتهد خطوه بخطوه باش الحياه ديالك تطلع. الا بغيت تمشي المجال تاع الحرام راه موجود، ويمكن ان يكون عندك المال كثير ولكن غادي تطيح في وقت من الاوقات، غادي تطيح عام عامين غادي تطيح. بصح الا كان البناء ديالك قوي بالعلم وبالمهارات، انا كنقول لهم فورميفو، يعني شوفوا قراو كونوا نفسكم. انا هذا هو اللي كونوا نفسكم. يعني انا ما كنريش الان الحمد لله، يعني راني كيف الوقت اللي راني فيه دابا، راني ان شاء الله شوف راه عندي عيد ميلاد في 16 دجنبر بعد غدا ان شاء الله. الله يبارك فيكم. شكرا شكرا شكرا. انا شوفي انا بغض النظر واش الاحتفال بعيد الميلاد واش حلال ولا حرام، حنا ما نديرو بهذا الشيء. انا اللي كيحتفل بعيد الميلاد ديالو هو الشخص اللي كيحتفل بالانجازات اللي دار في ديك السنه. كيحتفل واش نشر الخير والسلام في الارض في المغرب وخارج المغرب، واش ساعد الاخرين.
هذا هو اللي هذا اللي بغيتو يحتفل. واحد ما داير والو يحتفل بعيد الميلاد، انت ما داير والو اصلا، انت دير شي حاجه باش تحتفل. انا جبت لكم هذه القضيه تاع عيد الميلاد غير باش نقول لكم باللي يعني كل سنه عندي اهداف جديده كنسطرها كل سنه، واللي في الاولويه هي طلب العلم، ما كان وقفش عند واحد الحد معين. صافي راني ماشي مع العلم، نكمل مع هاد اللغه نمشي للغه اخرى، نكمل مع هاد الماده نمشي لماده اخرى، نكمل الحمد لله هي الدكتوراه في فقه الاسره والتحديات المعاصره، البكالوريات عندي ثلاثه نتاع المجالات فيها، الشهادات نتاع مثلا نتاع التكوينات في مجال التنميه الذاتيه مثلا، ولا التكوين الاسري ولا شي حاجه. دائما هكا عالم ومتعلم، هكا كنتعلم وكنعطي للناس، كنبارطاجي مع الناس، كنقسم معاهم المعلومه. الله سبحانه وتعالى كيبارك لك كيعطيك عاوتاني العلم، وكتزيد هكا هكا تمشى في الحياه ديالك. انا كنصحك اولدي وابنتي قراو على راسكم، قراو مزيان، تكونوا مليح، راه الوقت اللي راه جاي راه ماشي نتاع الشواهد، نتاع المهارات. شنو كتعرف دير؟ ماشي شنو الشهاده اللي عندك. راه بزاف اللي عندهم الدكتوراه، بزاف اللي عندهم الماستر، كاين بزاف اللي عندهم شهادات كبيره جدا، ولكن ما ناجحش في حياته، ما نجاش، ما يعرفش كيتعامل مع الناس، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يربي الوليدات ديالو، ما يعرفش يكون اسره. يعني كتلاحظوا بان المجالات كلها مرتبطه باش بهاد المهارات الناعمه، كيفاش تتعامل مع الناس باش تكون سعيد ويكون هاد التوافق ديالك وما تنساش الصحه ديالك تهلا فيها مزيان. عندك الضيحه بالتدخين، عندك الضيحه بالمخدرات، عندك الضيحه بالاشياء اللي كضر الجسد ديالك والنفس ديالك والجسم ديالك، راه شيء عظيم ما تضيعوش، تهلا فيه. الرياضه ايضا، الحركات، لا نقول الرجال ولا النساء، كلهم مطالبين باش في المجال تاع الصحه مثلا خصو يتهلا في راسو مزيان، مثلا تاع القراءه، الاهتمام بالذات، الدين ديالهم، الاسره، دير المحيط ديالك، دير العالم ديالك وسط هذه العوالم اللي عايش فيها، دير انت العالم ديالك اللي يكون زوين، وعيش حياتك، لان هذه الحياه راه غير وحده ما كاينه الزوج، عيشها مزيان. انا كنقول دائما تكلمتي لاله سميره على الاهتمام بالذات، هضرتي غير على اللباس، انا كنقول دائما شوف انت تلبس تلبس البس مزيان، هادو قواعد. انت كتاكل تاكل كل مزيان، تهلا في راسك، انت عايش عايش عيش مزيان، ما تخليش ما عندك تشمت. انا عجبني مزيان هذا، رد بالك لصحتك، رد بالك عندك تشمت. هذا بالفعل هادو بعض النصائح اللي ممكن انا نوجهها ان شاء الله لاولادي وبناتي الشباب. بارك الله عليك كنت سعيد بن عليا، عطيتينا بزاف ديال النصائح. مرحبا. ديال الاستاذات للشباب، السيدات، للرجال، باش ان شاء الله تكون السنه المقبله سنه خير عليهم ويحققوا فيها ذاتهم ويحققوا فيها احلامهم. مرحبا، والله يعني شرف كبير ان شاء الله باش نتكلم معكم ان شاء الله، وباش عاوتاني نتواصلوا مع المستمعين والمستمعات، لان بعض الحين الانسان كيحتاج غير واحد الكلمه. نتمنى ان الكلام ديالنا كان خرج من القلب، عاد يوصل للقلب، واخا يمكن كلمه يمكن واحد غير دار هكا في الموجه ديال نتاع الاذاعه الراديو وسمع كلمات مني ولا منكم وخدم بها، هذا اللي بغينا ان شاء الله. والمستمع والمستمعه راهم كيحسوا بكم انتوما، كيحسوا بينا حنايا كضيوف على 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 اذاعه ام اف ام، كنحاولوا ما امكن اننا نبتوا هذا الخير في العالم. هذه هي الوظيفه ديالي، ما عنديش شي وظيفه اخرى غير انني نبغي ان الناس كلهم يكونوا فرحانين، يكونوا بصحه جيده، يكونوا مزيانين مع الاسر ديالهم، لان لا كانوا كاملين مزيانين حتى انا غادي نكون مزيان. وتبارك الله عليكم. تبارك الله عليك كوتش سعيد بن عليا، وشكرا لك وشكرا على النصائح اللي قدمتيها لنا، وان شاء الله يكونوا الشباب والشابات خدوا بعين الاعتبار النصائح اللي لفتيهم بلا هذا الصباح. لا تبارك الله عليكم، تبارك الله على سميره وتبارك الله على مروه والطاقم كامل، ونتمنى ان شاء الله تلاقاو شي ساعه نتاع الخير باش عاوتاني نبتوا هاد الثقافه ديال الامال وديال السعاده بين صفوف المستمعين والمستمعات. نشوفوا بزاف ديال المشاكل اللي كتعلق بالنفسيه ديالنا اللي خصنا نعالجوها واللي كتاثر لينا على الحياه ديالنا. شكرا، وعاد نرد بالي بصحتي ان شاء الله ضروري. يا سعيد بن عليا اللي تبارك الله عليه، دائما كانت انا مواضيع اللي كتحسسنا وكتزيد فينا القدام. شكرا ليه وشكرا كاع المستمعين اللي كاينين في وجده، مستمعين نبقاو مع الشاب صادق صغيره وزير الكويري وحدو فين بزاف، ورجعوا لكم.